يأتيكم هذا البودكاست من إنتاج إذاعة MBC FM. أهلا وسهلا فيكم مستمعين بودكاست تعلم منها من إنتاج إذاعة MBC FM. أنا سارة الخناني أحييكم. هذه الأزمة غيرتنا كثير وحابين نسمع من ضيفنا إيش تعلم منها. نرحب بالكاتب الصحفي بسام الفتيني وخلونا نسمع إيش تعلم منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لإذاعة MBC FM على منح هذه الفرصة للمشاركة في بودكاست تعلم منها. يعني نقطة الحوار اليوم حتكون عن أزمة حظر التجول والعزل المنزلي واللي تسبب فيه طبعا الفيروس كورونا. أنا أعتقد أنه لكل أزمة هناك جانب مضيء، وبالنسبة لما تعلمت في هذه العزلة إن صح التعبير، حقيقة هي ولو جانبين. الجانب الأول شيء تعلمتها لشخصي لنفسي، والجزء الثاني وهذا الأهم هي الصورة الرائعة اللي ظهرت فيها المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الأزمة. خلينا نتكلم عن الجزئية اللي تخصني. أنا حقيقة تعلمت الكثير. أولا تعلمت أن أحمد الله عز وجل على كثير من النعم اللي ما كنا نشعر فيها، وأقلها نعمة الحرية والخروج والحياة الطبيعية. كثير من الأشخاص كان يعتقد أن حياته الطبيعية متعبة منهكة، كثير من الأشخاص كان يعتقد أنه قيام الصباح والذهاب للعمل عمل منهك ومتعب، وكان يتمنى أن يكون في إجازة. بل وكثير من الأشخاص كان يقول يليت ما عندي دوام وأنام براحتي. أنا أعتقد أنه اليوم فيروس كورونا علمنا، أو إن صح التعبير حتى، وكأنه يربينا على استشعار النعم، ويربينا على النظر إلى حالنا فيما لو اختلف. الحرية شيء عظيم، عظيم جدا، ولكن أيضا صحة الإنسان الحفاظ عليها شيء أعظم. ولذلك هذه الأزمة علمتنا الكثير. أولا علمتنا نحمد الله عز وجل على هذه القيادة وهذا الوطن. علمتنا أن كثير من الشعارات اللي كنا نسمعها عن تقدم بعض الدول طبيا وغيره، إذا لم تتوافق مع قرارات جريئة وتكامل في اتخاذ القرار لا أدت لكوارث. ولذلك الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية. أنا سعيد بهذا البودكاست، وأنا أشكر إذاعة MBC FM على منح هذه الفرصة. كان معكم بسام فتيني، شكرا لكم. شكرا للكاتب الصحفي بسام الفتيني. مستمعين بودكاست تعلم منها، نرحب بأراكم ومشاركاتكم عبر حساب إذاعة MBC FM بتويتر. ألتقيكم بحلقة جديدة. تقبلوا تحياتي سارة الخناني. يأتيكم هذا البودكاست من إنتاج إذاعة MBC FM.